أنا الإنسان، برنامج يقيم متطلبات وفكر وممارسات التعايش في رحلة الإنسانية ودورنا في إدارة التنوع في الحياة، وكيف نصنع منها نقوش محبة مميزة للنجاح وإثراء العالم. الإنسان هو برنامج يبني أمل وممارسات التعايش، ويستهدف إلقاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه. أنا الإنسان يعيد النظر في علاقاتنا الإنسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الأمة، ويبحث في الهوية الوطنية. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. نحييكم أيها الأخوة الأخوات في برنامجكم أنا الإنسان، حيث سنتناول في هذه الحلقة الجزء السادس من البحث عن السعادة، فمرحبا بكم. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. إننا حينما نزرع أيها الأحبة السعادة في قلب إنسان، فإنه سيأتي يوما من يزرعها في قلوبنا. فالدنيا أيها الأحبة كما نقدم لها تقدم لنا، فما نزرعه اليوم سنحصده غدا بإذن الله. إن الاهتمام بالشخص الآخر أيها الأحبة أو أي الأشخاص الآخرين، سواء هم مقربين مثل آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأزواجنا، هو نوع من الاهتمام غير المباشر لسعادة الفرد بذاته، بل هو نوع من نموه الذي يؤكد فيه حب الذات والاهتمام بها. فلا ينفصل حبنا للآخرين عن حبنا لذاتنا، فحب الآخرين وحبنا لذاتنا هما مترابطان وينبعان من عامل مشترك واحد، فلا يستطيع المرء منا أن يهتم بالآخرين ويحبهم إلا إذا كان أولا يحب نفسه ويهتم بها. أصحاب المذهب الإنساني يؤكدون أيها الأحبة أن الحب والعطاء هو السمة التي تميز الإنسان بشكل واضح، وهو يشعر بالسعادة حينما يمنح الآخرين دون انتظار لرد أو مقابل لعطائه. ولذلك فإن من أشهر النظريات نظرية ماسلو، فهي تصور المجتمع الجيد وترى أن المجتمع الناجح والمجتمع السعيد هو الذي يستطيع أن يعمل عملا متكاملا بين الفرد والمجتمع، وبالتالي يؤدي إلى إزالة التقسيمات الثنائية بين الأنانية واللا أنانية، فلا يكون الفرد أنانيا أيها الأحبة فيما يخص اهتمامه بتطوره ونموه، حينما يحترم نفسه ويحترم نمو الآخرين وتطورهم. فالمجتمع الجيد كما يؤكد ماسلو هو المجتمع الذي يحقق رغبات الفرد واختياراته كما يحقق رغبات المجتمع واختياراته. وجزءا من مفهومنا السعادة أن نبني في أنفسنا المصداقية، وأن لا نصدق بأن أحدا لا ينقصه شيء، فتأكد بأن الحياة تأخذ من الجميع وتعطي للجميع، فلا سعيدا إلا من أسعده الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يضحك ويبكي، وهو سبحانه وتعالى الذي يسعد ويشقي، وهو سبحانه الغني والأقنى. ولكن علينا البحث والسعي نحو السعادة لكي نحققها في ذاتنا. فالسعادة أيها الأحبة لن تأتي فقط من خلال الحياة الطبيعية الكلاسيكية،
فالسعادة ليست بالزواج فقط، وليست بالأولاد، وليست بالأصدقاء، وليست بالسفر، ولا بالشهادات، ولا بالماركات، وحتى ليست بالمناصب، ولا بالرفاهية، وحتى ليست بالبيوت الكبيرة. ولكن السعادة هو ما نبنيه في أنفسنا ونبنيه في مجتمعاتنا من عطاء متجدد يبني المسيرة الصالحة للمجتمع. أحياها نهجا وقيم، أنثرها خلقا وشيم، أملأها أملا وهمم، أعكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي. نعم أيها الأحبة، البحث عن السعادة أصبح أكثر تعقيدا مع مسيرة التطور العلمي والتقني في شتى مناحي الحياة. فما وصلت إليه الحضارة اليوم، الحضارة الإنسانية، من اختراعات وإنجازات، في الحقيقة عقدت الكثير من الأمور. ولكننا إذا استخدمنا الاختراعات والإنجازات إلى تحقيق الرقي والسعادة لمجتمعاتنا، فنحن نستطيع أن نبني سعادة متجددة، حيث لا يوجد وسيلة اليوم أفضل من وسائل الاستفادة من هذه المسيرة العلمية والتقنية لكي نستشرف بها قفزات نوعية كبيرة، بحيث نصل إلى التواصل مع العالم وبناء السعادة ليس فقط في مجتمعاتنا وأوطاننا، ولكن على مستوى العالم. يوهان غوته، وهو من أشهر الشخصيات الأدبية في تاريخ الأدب الألماني والأدب العالمي، كان يرى أن الإنسان لكي يحقق السعادة فإن عليه أن يتمتع بما يسهل عليه، وأيضا يتحمل ما يجب عليه. ومن السعادة أن نعمل على تحقيق أفكارنا قبل أن تصبح فقط كلمات. فكان غوته ينظر إلى أن أي شيء يمكننا القيام به أو نحلم به علينا القيام به أولا. فوضوح الغاية عند الإنسان يسبب له الإطمئنان ويؤدي إلى السعادة. السعادة، كل السعادة أيها الأحبة، إذن في اتصالنا مع ذاتنا، وقبل ذلك اتصالنا مع الله سبحانه وتعالى، بحيث ندرب أنفسنا على كثرة طرق أبواب السعادة حتى يبقى الحبل ممدودا بيننا وبين الله أولا، ثم بيننا وبين هذه السعادة، وهي السعادة الحقيقية التي أشار إليها غوته وغيره من الفلاسفة. وقصتنا لهذا اليوم تحكي عن أحد القصص والحكم الصينية القديمة، حيث جاء في حكم وقصص الصين القديمة أن ملكا أراد أن يكافئ أحد مواطنيه، فقال له: امتلك من الأرض كل المساحات التي تستطيع أن تقطعها سيرا على قدميك. فرح الرجل وشرع يزرع الأرض مسرعا ومهرولا في جنون. سار مسافة طويلة فتعب وفكر أن يعود للملك ليمنحه المساحة التي قطعها، ولكن الرجل غير رأيه وقرر مواصلة السير ليحصل على المزيد. سار مسافات أطول وأطول وفكر في أن يعود للملك مكتفيا بما وصل إليه، ولكنه تردد مرة أخرى وقرر بسبب طمعه مواصلة السير ليحصل على المزيد والمزيد. ظل الرجل يسير ويسير ولم يعد أبدا، فقد ضل طريقه وضاع في الحياة. وتقول القصة أنه وقع صريعا من جراء الإنهاك الشديد، فلم يمتلك الرجل شيئا، ولم يشعر بالاكتفاء، ولم يشعر أيضا بالسعادة، لأنه لم يعرف حد الكفاية أو القناعة. اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا اللهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة على الحب والمودة بإذن الله. أنا الإنسان، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا. أنا الإنسان، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي.